بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا فيكم متابعينا. أنا الدكتور محمد غزال، رجعنا لكم في الدرس الثامن من دروس تعلم لغة الـ HTML في تصميم مواقع الويب، تحديدا الدرس الخامس في الـ Text Formatting Element اللي بنستخدمها حتى نزين النصوص ونتعامل مع النصوص على جهة المستخدم وعلى جهة الكمبيوتر. تكلمنا في كل الأمور السابقة هذه في الدروس السابقة، وبقي عندنا نتكلم اليوم في موضوع الـ Delete Text والـ Inserted Text. نبدأ في موضوع الـ Delete Text. الـ Del Tag Open والـ Del Tag Close اليوم يستخدموا. بدي أرجع فيكم مثال معين، بندخل موقع تجاري، الموقع التجاري عند برودكت معين بيكون سعره الأصلي 100 دولار، بنلاقي إنه في خط إجا في نص الـ 100 دولار وكأنه كنسل الـ 100 دولار، وضعنا 50% ديسكاونت وصار السعر قديش؟ 50 دولار بدل 100 دولار. طيب اليوم انا كيف بدي اعمل الشحطة هذه اللي في نص ال 100 دولار؟ اني انا بعمل ديليت او ديل، بستخدم الديل تاج حتى احذف هذا القيمة واعمل انسيرت لقيمة جديدة. طيب هذا الكلام يستخدم برضو مع مين؟ مع النصوص اللي احنا حاطينها في هذا المستند. تعالوا نتطلع على موضوع اللانجوج اللي احنا بنستخدمها أو اللي بيعلمها الدكتور محمد غزال. الدكتور محمد غزال بيعلم الويب ديزاين لانجوج مثل الـ HTML والـ HTML5 والـ CSS والـ CSS3. كما نعلم أن اليوم أنا بتكلم معاكم في الـ HTML5، ولكن مجازا بقول لكم إنه أنا بس بدرس HTML، ولكن كل اللي أنا بتكلم فيه والشروحات اللي أنا بحكيها هي عبارة عن up to date HTML حتى يومنا هذا، ما رجعت على أصول الـ HTML اللي كانت اللي في التسعينات وبشرح منها، لا أنا بشرح من HTML5. هنا بدي يكون في عندي لفتة معينة بحيث إن أنا أقول للمشاهد أنا ما بعلمك HTML بل بعلمك HTML5. كيف بده يصير الكلام هذا؟ بعمل عملية delete لمين؟ لل HTML، هاي ديل لل HTML، وبعمل insert لل HTML5، وكأنه أنا بقول إحنا لغينا ال HTML وهذه عبارة عن لغة قديمة، ولكن إحنا اليوم نتكلم في ال up to date language اللي هي موضوع ال HTML5. ونفس الفكرة بنعملها مع CSS وال CSS3، لأنه اليوم إحنا بنشتغل CSS3 ومجازا بنسمي CSS هي CSS بدون ما نضع 3، ولكن توتال اختلفت وكل الفيتشرز اختلفت والمزايا تاعتها اختلفت. جميل ان نحط ديليت هنا ونحط انسيرت هنا، وضحت؟ ما بدناش نفصل اكثر من هيك بقدر ما انه نتكلم في الديليت وفي الانسيرت بالطريقه هذه. بنيجي عند النص حتى نشوف ايش اللي صار معانا على البراوزر هذا. طيب افتح البراوزر واعمل ريفرش. تعال هنا، ايوه لقينا انه ال HTML انحذفت وصار في عندي انسيرت تكست في موضوع HTML5. نفس الكلام على غراره بنعمل مع CSS والCSS3. طيب بنرجع لمين؟ للأوتلاين تاعتنا. هذا الكلام سرعنا الحمد لله فيه الآن. بنيجي الآن في السبسكريبت تكست وفي السوبرسكريبت تكست. صراحة في النص اللي أنا كاتبه مش موجود. قلنا في السبسكريبت تكست أنا وكأني بعمل معادلة كيميائية H2O، يعني بدي أكتب الرمز هذا. تعالوا نكتب وين؟ نكتبه في المقدمة حتى نشوفه وبس كمثال وننتهي منه. بنيجي نقول هنا H2O، يعني أنا بدي أكتب الآن، نفترض بدي أكتب هاي H2O. الO هذه أو هاي نكتب كابيتال لتر H2O، بدي الكلمة نفسها هذه، الكلمة نفسها هذه أو الحرف نفسه يكون sub، يعني بدي أحط عنده تحته هاي subscript وبأسكر، ها شفتوا الاثنين، وهاي بسكر مين؟ subscript. هاي أصبح الآن أنا عندي هذا صار H عادي، نص عادي. التو هيجي تحت الـ H، الأو هيجي في السياق العادي. نيجي هنا نعمل سيف ونتطلع ونشوف إيش اللي صار عندي في الـ H2O. لاحظوا عندي هنا أيوان H2O، بس لا ما زبطتش الـ H2O. نرجع نشوف إيش اللي صار معانا في موضوع هل إحنا استخدمنا سبسكريبت وينها؟ أيوان إحنا استخدمنا، إحنا أسفين جدا في الموضوع هذا، دخلت الامور ما بين السبيلينج اللي انا بحكيه وما بين الاسم التاج. هنا بنقول مش سبسكريبت، بنعمل، وهذا بدللنا يا جماعه على شغله مهمه، انه الكلام اللي احنا حكينا فيه اي تاج احنا بنستخدمها هي عباره عن بري ديفاين تاج، وان كانت السبسكريبت هي نفسها بتعبر عن السب،
كيف؟ انا في السب سكريبت ما شفتش النتيجه، ولكن في السب هاي لما جينا عدلنا على السب حنشوف انه في صار نتيجه في هذا الموضوع. لذلك احنا بنأكد على الكلام اللي شرحناه في الدرس الاول تاع النيمنج اللي بنستخدمها في لغه الاتش ام ال، قلنا هي عباره عن بري ديفايند نيم، ما فيش فيها اي تعديل واي تغيير، واي تعديل واي تغيير مش هيعطيني القيمه اللي ايش المرجوه من هذا النص. نيجي الان نطلع على النص هذا وشو هيو، شفتوا كيف اصبح اثنين صارت عندي على اسفل السياق، بتيجي مش اصغر، لا بتيجي اصغر مع اسفل السياق. طيب نرجع نكمل السوبر سكريبت، بدي اجي انا جنبها بدي اتكلم عن معادله رياضيه. المعادله الرياضيه بتكلم 2 اس 10، 2 اس 10. طيب انا كيف بدي اطلع العشره اعلى الاثنين؟ تيجي كاس فوق موجود، باجي بقول سوبر سكريبت ومش هنعيد الخطا مره ثانيه، اس يو بي اس يو بي، بنفتح اوبن تاج اس يو بي وبنسكر الاس يو بي او بنسكر الكلمه هذه بالاس يو بي، اصبح النتاج حيطلع 2 اس 10. اعملوا سيف وتعال نشوف ايش البراوزر سوى لنا. بنطلع هيك بنلاقي انه اصبح 2 اس 10، هذا ال 10 طلعتها سوبر سكريبت، وهذه الاثنين بتاعت الاتش تو عملتها سب سكريبت من خلال التو تاجز اللي احنا اشتغلنا على اساسهم. طيب معنا وقت نكمل، طيب يلا نكمل. نحكي الان في موضوع الابريفيشن. الابريفيشن هي عباره عن اختصار الكلمه المختصره اللي انا بدي احطها على الشاشه، بدي اياها تكون معبره بمجرد ما انا اعمل يجي الماوس عندي على المؤشر هنا. مثلا ناخذ المثال هذا اللي هو يو سي اس تي، كلمه يو سي اس تي كلمه مختصره، ولكن عن ايش بتعبر؟ ايش مضمونها؟ ايش بيعرف الاند يوزر اللي بتطلع على الشاشه بيقرا من الشاشه انه انت بتعني هنا يونيفرسيتي كوليدج اوف ساينس اند تكنولوجي؟ هو ما بيعرف الا انه يجي يحط الماوس على هنا، الماوس على البراوزر، على الكلمه نفسها اللي في البراوزر ويقرا الكلام هذا. تعال نروح نشوف البراوزر، هل البراوزر بيعبر؟ لا مش حيعبر. هاي هنا، هاي احنا وقفنا الان على البراوزر، اكتب هنا، اضغط هنا، مش حيلاقي اي تعبير يفسر هذا المصطلح. اصبح اليوم انا بدي ادي تفسير لهذا المصطلح باستخدام الابريفيشن تاج. طيب تعالوا نحط الابريفيشن تاج اي بي بي ار. طيب هاي الاي بي بي ار وسكرنا الاي بي بي ار. طيب هنا في نقطه مهمه جدا، هل بالمنطق الان يطلع عندي تفسير لهذا المصطلح؟ وين التفسير؟ وين قيمة التفسير؟ أصبح اليوم في الابريفيشن يجب أن يكون هناك اتريبيوت. بنرجع بنأكد، بعض التاجز يجب أن توجد فيها اتريبيوت، الابريفيشن واحدة منها. إيش الاتريبيوت اللي حناخده هنا؟ اللي هو التايتل. أيوان، أنا بدي أحط التايتل قيمته هي القيمة التفسيرية لهذا المصطلح، ألا وهي University College of science and technology. طيب بنعمل سيف وبنيجي بنطلع، هل فعلا هذا المصطلح لقينا له تفسير في داخل البراوزر؟ افتح البراوزر الان وتعال نفتح نشوف هاي اليو سي اس تي. لو وقفنا حطينا المؤشر فوق ايش بنلاقي؟ بنلاقي تحت المؤشر مباشره طلعت الكلمه University College of Science and technology. وهذا الكلام احنا بنحاول نكرره مرة تانية وثالثة ورابعة حتى نتمارس. وهيني قلت لكم النص الكامل لهذا المستند سيكون في الديسكريبشن، حتى تحطوه عندكم في المحرر وتصيروا تحطوا مثلا البي اتش دي اللي هو فيلوسوفي ديجري، اليو كي ام اللي هو يونيفرستي كيبنج سام ماليشيا، الفيو بي فري يونيفرستي بروسلز، تحطوا فوق الكلمات هذه اللي هو او عفوا قبلها وبعدها تحطوا الابريفيشن، بحيث انه لو اجى اي حدا على المؤشر يقرا اللي بتعنوه من هذه المصطلحات. طيب الى هنا احنا وصلنا، بنكمل في الدرس القادم ان شاء الله موضوع السيتيشن والبلوك كوت والادرس، وبكون ان شاء الله الدرس القادم هو اخر درس لنا في موضوع التكست فورماتنج بلغه ال HTML. بنتمنى يكون الدرس سهل وبسيط، بنتمنى نكون عملنا شغل عملي معاكم، نتمنى ان تطبقوا الكلام اللي اخذناه هذا وتحفظوا التاجز هذه جميعها، وان شاء الله نلقاكم في الدرس القادم باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.